على هذا الشاطئ الشمالي أشرعة ملونة تطير في السماء، إنهم هواة رياضة الكايت سيرفينج، شباب وصبايا من مختلف المناطق اللبنانية يأتون إلى هذا الموقع على مدخل مدينة طرابلس لتحدي الهواء والبحر، فكل ما كانت ارتفعت الأمواج واشتدت الرياح، كل ما كانت لهذه الرياضة فرصة لتحرك مذهل. الهواء اللي بلبنان إذا بتلاحظي قوي بس ما كتير قوي، سو عندك 25 عقدة اللي هو excellent for kite surfing. للأسف لازم نعمل تسويق أكثر، بيجيب ناس كتير من دبي من قطر من السعودية اللي هن بالصيفية ما عندهم هواء الكايت سيرفر كوميونيتيز بهديك البلاد، فبيجوا بياخذوا الفاكونس تبعهم بلبنان ما بياخذوها ببلد تاني. رياضة الكايت سيرفينج وهي نوع من التزلج على الأمواج مع الاستعانة بشراع يعطي قوة الدفع للمتزلج، رياضة يصفها هويتا بأنها الأقرب إلى الطبيعة وهي ما يحلم به عدد كبير من الشباب اللبنانيين. ما في حدا بيتعلم كايت سيرف ما بيصير مهووس فيها، لأنه الأدرينالين فيها عالي، وشفتي أنت جامبس وتريكس وطائرة، وبعدين اتس جرين سبورت، ما في مكانات، ما في بوليوشن، وكلهم منسجمين مع بعض أوموجين، سو كله على بعضه بيخلي هالرياضة كتير أدكتف. صارت حياتي كايت اورينتد، يعني متوجهه للكايت، يعني وين ما بيكون في كايت بتلاقيني موجوده بلحق الهواء. كيف؟ في كذا عامل، اول عامل الهواء، طرابلس على طول فايت فيها هواء، اكثر من 70% بالسنه عندك هواء حلو، سو هيدا بشجع. عندك شط البحر، طرابلس كلها جاي على بحر، سو لما يكون الالمنتس كلها شغاله لحتى ما نستفيد من طرابلس ومن معالمها كلها ونقدر نمارس الرياضه. طرابلس منا بس مثل ما بيصوروها اوقات مشاكل وقصص وكذا، في عنا كثير اوبورتونيتيز. هناك اليوم 57 شخص من كل لبنان انضموا إلى هذا النادي الذي يستفيد من الهواء الدائم بطرابلس لممارسة الرياضة، شباب أو صبايا ما بهم، معظمهم يقولون أن هذه الرياضة تصبح هوس، ولكن هوس إيجابي وبناء.